ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست الجميله امل حسن. امل احمد. امل احمد سوري يا امل احمد. ومكملين طبعا مع شيفنا الجميل العميد سامي ابراهيم. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ امل؟ اهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله زي الحل؟ الحمد لله. قول لنا بقى ايه الجمال اللي انت عملتيه ده؟ ده بس عينك الحلوه. انت في البدايه خالص دخلتي عالم الميك اب ازاي؟ هو انا كنت حابه ان انا اماكيج وكده وكنت بعمل لوكات على نفسي وكان صحابي بقى وكده اهو. وبعد كده خدت كورس مع استاذه لميس والحمد لله يعني بقت كويسه يعني الحمد لله. في فكرت انك تفتحي حاجه لنفسك؟ انا فكرت فيما بعد ان شاء الله باذن الله. بس انت الميك اب بتاعك ما شاء الله حلو جدا، يعني انت الكورس اللي خلاكي تبقي كده ولا انت من قبل الكورس اصلا كنت اوريدي شاطره؟ انا كنت شاطره بتفرج على على طول على على النت وعلى على على, على حاجات كتير يعني. وبعد كده لما خدت الكورس استفدت اكتر. يعني شايفه ان الكورسات بتاعت الميك اب بتدي فعلا خبره للميك اب ارتست جدا جدا. يعني بتدي برضو خبره. ايه رايك يا امي في تحفه؟ طب انا عايز اسالك سؤال، هو الميك اب ده برونزي ولا انت اللي مغمقه اصلا ولا هي بشرتها كده؟ لا هي بشرتها غامقه فانا مش بحب اطلع عن اغير الشكل فبحب ادي تظهري جمال اظهر الجمال بس مش بحب اغير اطلع خالص عن شكلها. طب واللينسز اللي في عينها؟ هي اللينسز يعني انا اللي مختاره لها اللون يعني تحفه الصراحه. هو فعلا اللون اللينسز بيختلف مع كل بشره؟ يعني كل بشره بيلاقي على لينسز معين؟ هو مش على كل بشره، هو على العين نفسها. ما في عين اللي هي الجحظه دي ما ينفعش غير الالوان الغامقه زي الجري او العسل الغامق كده يعني، ما ينفعش الا الالوان الغامقه معاها على حسب العين يعني. طب انا دلوقتي مثلا في الميك اب بيختلف لما يكون واحده محجبه او بشعر ولا عادي الاثنين واحد؟ لا عادي، هو ممكن بس يختلف في حكايه الكونتور شويه ان يعني او الرقبه ان انت عشان الشعر طبعا بيبقى الرقبه باينه فبتوحج بقى كله مع بعضه تمام. غير الحجاب، الحجاب طبعا ده ممكن تستغني عنه خالص ان انت ما طب الميك اب ده ينفع للجامعه؟ لا طبعا لا صح لا ده طبعا ينفع الجامعه عاوز حاجه خفيفه جدا. عاوز احنا معانا صور ليك على الهواء دلوقتي عايزك تتفرج عليها. دي ده ميك اب ايه بقى؟ ده هي دي اللي معانا صح دلوقتي؟ ده كان صوري. ده كنت عاملها معاك على طول بقى؟ هي فاطمه معايا على طول. معانا ايه تاني؟ ده الاكونت بتاعك اللي هو الجروب؟ ده البيج. البيج والجروب. دي هي برضو امل؟ فاطمه. فاطمه هي دي برضه نفسها؟ فاطمه الراعي الرسمي للميك اب ارتست امل صح؟ في صور تانية اهي، دي برضه فاطمه. فاطمه برضه منوره فاطمه. بس في توكيل بقى. لا في صور تانية، هو ده فيديو على فكره. ده فيديو. طب لو في فيديو يا جماعه نشغله. هو في صور، في صور او في فيديو وفي فيديوهات تانية. في فيديو اللي هو لما كانت بتعمل كده ورجعت صح مع الاغنيه. في كذا موديل معايا برضو. انا بعت الصور في كذا حد مش فاطمه بس يعني. هو ده فيديو. ده فيديو. ده ميك اب ايه ده؟ ده صوري. كل اللي فات ده صوري. كل اللي فات ده صوري. هل بيختلف وقت انك تعملي ميك اب صوري عن لما بتعملي ميك اب زفاف؟ الوقت بيختلف في الميك اب؟ اكيد طبعا. اكيد الصوري بياخد وقتي طبعا. الصوري اكتر؟ اكتر من الزفاف؟ لا الزفاف اكتر. الزفاف اطول. الزفاف اطول من السواري. من السواري. لان بياخد بقى حاجات كتير والكفر بتاع الفاونديشن بياخد بقى فينش يعني جامد جدا يعني. طيب انت دلوقتي طبعا عارفه ان الميك اب لما بيتحط على البشره بيهلكها جدا. اكيد. طب تقولي ايه بقى للبنات اللي هي مش بس بتحط ميك اب كتير بتهلك البشره، لا دي كمان بتنام بالميك اب؟ لا احنا كده المسامات لازم بتتنفس، لازم ان احنا الميك اب ده يتزال قبل ما ننام خالص. ولازم برضو عشان احنا لو نازلين جامعه او نازلين. طب حاجات خفيفه يعني؟ حاجات خفيفه بقى. لا حاجات يعني انا اقدر اجيبها غيري يقدر يجيبها، فاهماني؟ او حاجات تتعمل في البيت مثلا ممكن. هو في بقى انت حضرتك ممكن تقولي للناس وصفات يعملوها في البيت؟ الكربات اللي هو الماسكات. ماسكات. هو في ماسك كده تفتيح حلو قوي. لوشن، معلقه لوشن، وبشري صابونه يعني
بتاعت وش ومعلقه سكر ومعلقه قرفه ولا يا ربي معلقه سكر ومعلقه عسل. احنا هنجيبك بقى مره ثانيه عشان تعمل الحاجات دي قدامنا. بس وفي ليمونه بس لو البشره حساسه بستغنى عن الليمون خالص. طيب احنا بنروح للعميد الشيب بتاعنا الجميل. ايه شيف؟ ايه خلصت ايه؟ خلاص خلينا الفراخه وخلينا صدور الفراخ وهنحشيها دلوقتي. فقلت اعمل طبق سلطه قبل ما تخلصوا الجماعه معاكم. فدقيقتين بالظبط هتخلص طبق السلطه. طب انت ممكن تقدر تقول للناس ازاي الفرخه بتخليها مخليه؟ يعني بتخليها ازاي؟ نخليها يعني ليها مثلا طريقه معينه؟ اكيد ليها طريقه معينه طبعا. في ناس كتير ما تعرفهاش. طبعا الفرخه اهي الفرخه اهي بخل الصدر ده والورك ده مع بعض. دي كانت فرخه الله يرحمها. الله يرحمها. خلاص احنا ده صدر الفرخه وده الورك الفرخه بتاعها. ده الصدر والورك. عندنا البهارات بتاعتنا هي الملح والفلفل. بنحط عليها البهارات دي بقى بتعمل ايه بقى؟ دي بتديها تيست شويه. ما ينفعش اكل بتديها ريحه ولا بتديها طعم؟ طبعا تيست وطعم. تيست وريحه. طب انا ساعات بشوف ناس بتحط سكر. لا مش مع كل الاكلات. في ناس بتحط سكر وفي ناس بتحط عسل. السكر ده يعني بيعمل ايه؟ حتى للصلصه ممكن تحط سكر. بديها ساعات طماطم بتبقى مش مظبوطه. السكر بيعدلها شويه. ايوه بس. فدي احنا خلينا الفراخ هي اللي قلنا عليها الفرخه المخليه الاول. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان مطعم العميد للمشويات هو احسن مطعم في شبرا الخيمه. حقيقه والله يعني ده مش كلام مش عشان العميد معايا لا والله. هو بجد احسن مطعم في شبرا الخيمه هو العميد. صح يا استاذ عميد؟ الحمد لله. صح ده بشهاده والله. الله يبارك فيك. طبعا انا جايه لك اكيد يعني المطعم. عينينا تنورينا ان شاء الله. وده صدر الفرخه اللي احنا خليناه برده اللي هنعمله تشيكن ميلانيز. بنجيب بيضتين وملح وفلفل عليهم بقدونس بسيط وبنحط على احنا معانا المكونات هنزلها دلوقتي. ايوه وبعد كده بنحمرها في الزيت وتطلع. انا نظبط الاطباق دلوقتي ثلاث دقايق بالظبط. البهارات بتاعتنا والملح في الدقيق وتتحمر على طول. نجيب الطاسه دلوقتي بتاعتنا ونحمر طاسه. هنحمرها دلوقتي هنا ونحمر الفراخ المحشيه برده ونحطها في الاطباق بتاعتنا وتشوف التيست بتاعها كمان ان شاء الله. طب ايمي راح تعمل تيست بقى. تعالى انا هقف بس انا جعانه جدا. ماشي ان شاء الله. الرز بتاعنا اهو دي مستوى طبعا رز رز باللحمه المفرومه وكبد وقوانص. دي كبد وقوانص؟ اه واللحمه المفرومه. رز الرز بالكبد وقوانص صح كده؟ اه نلفها. دلوقتي الاطفال بقوا مغرمين باكله معينه طبعا فايه البديل ليه اللي احنا المقادير دلوقتي يا جماعه معانا على الهواء بتاعت عمل مايونيز والاطفال كلها عمل الفراخ الايطالي وعمل يعني حاجه بديله كذا وجبه كده الشيف العميد عملها لنا الشعريه هنعرضها لكم دلوقتي على الشاشه. خلاص هبقى اخد منك المقادير بقى. تحت امر حضرتك. انت يا ايمي ايمي انت جايه تستفادي من الميك اب ارتست وجايه تستفادي من جدا الاكلات هي تتعلم واحنا ناكل بقى في طب قول لنا بقى نرجع لك تاني بقى قول لنا بقى يا استاذ امل بدات ازاي تحطي اول حاجه خالص بتحطيها في الميك اب ايه؟ اول حاجه المرطبات طبعا وبعد كده البرايمر وبعد كده الفاونديشن والكونسيلر وبحدد بالكونتور الكريمي وببدا بقى ان انا افنش كل ده وبعد كده بعيد بقى بالكونتور البودر تاني. طيب ممكن بقى تورينا بقى اخر حاجه هتعمليها عشان تظهر اللوك كامل؟ تمام اتفضل. هو اخر حاجه هحط الهايلايتر. تمام ايوه. طيب لفي بصي ممكن تعالي حطيه من هنا. لا انت على دي بس فاكر. لا انا هاجي اعمل تيست تاني ان شاء الله. يا جماعه المخرج بيقول لي ما هتخلص الاكل كله قبل ما نيجي. ورينا عنك فكره وحشه قوي. انا جعانه. انا جعانه جدا. لا بس ريحه الاكل تحفه. ده هنا شويه ان شاء الله. الله يخليك. ده دلوقتي ايه اللي بتحطيه ده هايلايتر؟ ده الهايلايتر عشان بيدي اضاءه للميك اب وكده. بس في علاقه بين الطبخ والميك اب؟
مش علاقه خالص. يعني مش شرط ان الميك اب ارتست تكون بتعرف تطبخ؟ لا بتعرف تطبخ جدا. اصل الميك اب ده فن على فكره. هو فن والطبخ برضه فن جدا. انا بعرف اعمل الاثنين بصراحه. طب شفت بقى في علاقه؟ انا بعرف. لا بس بجد مطلعه الموديل شكلها حلو جدا. مش عشان موجوده والله يا فاطمه. لا بجد. طب يا امل وبرده يعني ممكن تعملي شعر استشوار ليس الكلام ده ولا لا؟ لا بس انا حبيت ان انا اتخصص او انا اعرف عادي. بس انا حبيت التخصص في الميك اب. يعني حابه ان انا اتفرغ له اكتر. يعني اي حد بيعمل البيبي ليس والاستشوار عادي كده، انما مش اي يعني حد يطلع لوك مظبوط يطلع شكل جمالي كده كويس يعني. بس هو كده فاضل لنا بس الوش. ده لوك عادي. ده لوك ينفع خطوبة في بيت مناسبة في بيت عيد ميلاد كده يعني. ده اخر حاجة خالص بتتحط بيظهر اللوك. انا طبعا محددة للموديل شفايفها بالكونتور وكده قبل الهواء. ده الفينش الاخير يعني. طب قولي لنا بقى وانت بتعملي الفينش الاخير مين اكتر ناس كانت بتقف جنبك وبتدعمك؟ صاحبتي. صاحبتي بصراحه يعني اول ما خدت كورسات وبدات كده قالت لي تعالي اعملي عليا كده اللي انت خدتيه بجد. يعني اكتر واحده دعمتني بجد يعني وقفت جنبي. اسمها ايه صاحبتك بقى؟ اسمها سينا. احنا من برنامج الجريء والجميله بنقول لك يا سينا شكرا ليكي انك دايما سبورت الاستاذه امل. وبجد يعني لولاكي وبفضل ربنا طبعا الاول ثم انت خليتيها دلوقتي معانا وبتعمل ميك اب جميل. بجد يعني كانت بتدعمني بطريقه فظيعه يعني. وهي اللي على طول يعني تزقني. لا طيب يعني انا من النوع اللي مش جريء قوي، هي اللي كانت بتقعد تجرأني وتحفزني مش عارفه ايه. شكرا شكرا ليكي بجد يا سينا. اتفضلي كده خلاص خلصنا. لا كده كمان بشكرك بقى يا محمد. انت برضو وقفت جنبي. انا لازم برضو اشكرك بقى. طيب في اي حاجه عايز تقوليها للناس اللي بتتابعك دلوقتي ممكن تبص لهم الكاميرا وتقول لهم؟ طبعا بشكر زوجي طبعا لانه برضو كان بيدعمني، وبشكر سينا صاحبتي لانها كانت ظهري وسندي بصراحه، ودايما بقول لها انت ماما مش يعني مش هل انت ماما بجد. بس كده. وبكده نكون وصلنا لختام فقرتنا الثانيه. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني مع اخر فقره. ميرسي جدا. ميرسي ليكي. شكرا لك يا امل. ميرسي جدا.